أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله جبنا لحضراتكم عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 1999 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفورليه دبابة موديل العربية 1999. العربية دواخل فابريكا رشة خارجي فقط. العربية فيها رخصة لشهر 10/2020 مرور عرب العليقات. العربية فيها طقم كاوتش جديد والعربية فيها بطارية جديدة. العربية حالة الموتور والعفشة بحالة 100%. العربية فيها طقم عدة كاملة. المعاينة إن شاء الله هتكون القناطر الخيرية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 1999. سعر العربية 105,000 جنيه. سعر العربية 105,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-11-33-38-44. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-11-33-38-44. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في موضوع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.